ضيفنا لهذا اليوم الدكتور أسعد أحمد، وهو استشاري جراحة العظام والمفاصل وأخصائي أو اختصاص في جراحة الكتف والركبة والإصابات الرياضية، وهو حاصل على شهادة الزمالة في جراحة الكتف والركبة والطب الرياضي من مركز جراحة المفاصل والطب الرياضي الألماني هانوفر، وحصل على شهادة الزمالة في جراحة الكتف والمرفق من مراكز الألمانية، وأيضا حاصل على شهادة الاختصاص العالي في جراحة العظام والمفاصل من الجامعة الأردنية، وهو أيضا حاصل على شهادة البورد الأردني في جراحة العظام والمفاصل وعضو في جمعية جراحة المفاصل وجراحة المنظار الألمانية آغا، وهو عضو في جمعية جراحة الكسور العالمية AO، وأيضا عضو في اللجنة العلمية لجمعية جراحي العظام الأردنية منذ العام 2012 حتى العام 2014. فرحبوا معي بدكتور أسعد، حياك الله. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ شكرا على التقديم. أبدا، أنت راح تتولى المهمة، أنا راح أسلمك الراية بعد ما لي علاقة. حاضرين إن شاء الله. أدري أنت جايب لي السي في، يعني جايب لي شهادة دكتوراه كاملة أشرحها عليك. أنا قلت لك يعني كارت صغير توضح لي به اختصاصك، فما شاء الله عليك، إن شاء الله دائما بالتوفيق. دائما باتجاه التخصص الفرعي. دقيق. بنأكد على هذا الموضوع. جميل. الجراحات في تقدم، فلا بد من تخصيص الاختصاص الفرعي. كل يعني كل طبيب يقوم باختصاص مجال ما يوسعه عشان يتقنه. جميل جدا. طيب أنت اليوم يعني تحديدا الإصابات الرياضية، أولا لماذا الإصابات الرياضية وما هي الإصابات الرياضية، وهل تحدث فقط للرياضيين أو في ممارسة الرياضة؟ ثلاث أسئلة جاوبني عليها. نعم. الإصابات الرياضية هي الإصابات كتعريف التي تحدث أثناء ممارسة الرياضة أو في نشاطات مشابهة للنشاطات الرياضية. فممكن يكون لاعب اللي بصير عنده إصابة، ممكن يكون شخص عادي مثلا أثناء سقوط عن الدرج، التواء المفصل، هاي الحركة هي مشابهة للإصابات الرياضية. إذن هو الإصابة الرياضية ليست حكرا فقط على الرياضيين، لكن طبيعة الإصابة تحدث بشكل أكبر عند الرياضيين، ولهذا أطلق هذا المصطلح. جميل. هي ليست محددة بالرياضيين. طيب ما هي إذن الإصابات بشكل عام، إصابات الرياضية بشكل عام تحديدا، يعني في مناطق معينة في الجسم هي يعني تحدث فيها أكثر من غيرها مثلا؟ لا شك. يعني هي من ناحية المفاصل، ممكن مفصل كاحل شائع جدا، الإصابات الركبة، الكتف، أحيانا إصابات الدماغ، أحيانا الكسور، كلها هي إصابات رياضية. أي شيء هيكلي يعني تقريبا؟ يعني حبينا نخصص اليوم لإصابات الركبة، لأنه الإصابات الركبة هي شائعة جدا وبتهم شريحة أكبر من المجتمع، لأنه ليس فقط عند الرياضيين. واضح الطريق جدا. طيب في أي رياضات تكثر؟ في العادة المعروف أنه في الفوتبول دائما هي مشهورة بإصابات الركبة. صحيح. في رياضات أخرى مثلا ممكن كرة السلة، كرة أي شيء في قفز وتويست دوران، التزلج حقيقة كمان، كرة القدم الأمريكية هذه عنيفة فيها إصابات. نعم، مشكلة، هاي لحالها مشكلة من أمريكا. طيب الكثير يسأل يعني يقول، أو سؤال يطرح نفسه، أنه هل الرنين المغناطيسي قد يغني عن المنظار في حالات معينة؟ في جانب تشخيص طبعا. سؤال واسع لا شك. الآن في الركبة مختلف عن الكتف. مثلا الكتف جراح الرنين المغناطيسي لا يغني عن جراحة المنظار. يعني كثير من الحالات المرضية احنا لما نجري عمليات بالمنظار بنشخصها ما كانت ظاهرة بالرنين المغناطيسي. في الركبة لا، حساسية صورة الرنين لتشخيص الحالات المرضية للركبة عالية، يعني قد تصل إلى 90 أو 95%، بمعنى آخر قليل جدا أن نجري عملية تنظير تشخيصي للركبة. غالبا إحنا نجري عملية عارفين إيش بنعمل، لأن في حالات خاصة لا شك لا تظهر الإصابة في صورة الرنين. أنا عندي أمثلة، يعني في عندي لاعب عالجته، عملت له عملية لزراعة الرباط المتصلب وما كان ظاهر إصابة في الغضروف الهلالي، لكن في بالرنين، لكن في العملية وجدنا نعم أنه في عنده إصابة قوية في الغضروف الهلالي. إذن هو يغني احيانا او غالبا عن المنظار التشخيصي اللي قليل بنعمله، لكن في بعض الحالات نعم قد تصل 5 الى 10% لا تظهر طبيعه الاصابه. هي الفكره طبعا للتشخيص فقط وليس العلاج، بينما الناظر علاج وتشخيص. تشخيص دقيق وعلاج. وعلاج في وقت واحد. طيب الان الاصابات الرياضيه للركبه، يعني أين تحديدا المناطق اللي تحدث في الرباط؟ في هو يعني حقيقة أنا جبت موديل نذكر بجوز شرحنا سابقا في موضوع احتكاك الركبة، لكن من هون بدنا نشرح بطريقة مختلفة اللي لها علاقة في موضوعنا. يعني مفصل الركبة في الأربطة وفي الغضاريف، في غضروف السطح المفصلي وفي الغضروف اللي اسمه الغضروف الهلالي،
وفي الأربطة الجانبية، الرباط الجانبي الداخلي الأنسي والرباط الجانبي الوحشي. والآن في داخل المفصل في رباطين مهمين اللي هو الرباط المتصالب الأمامي والرباط المتصالب الخلفي. هاي كتعريف بس إيش الأربطة الموجودة. طبعا في عندنا مفصل الرضفي، هذا رح نحكي عنه إن شاء الله إذا اللي هو الصابونة، اللي هو الصابونة اللي هو عرضة أحيانا للخلع.